البرنامج هذا الحوث والمقاومة الفساد هو مشروع نموذجي. أول بلدية في تونس هي بلدية العاصمة، بلدية الحاضرة. المشروع هذا ممول بالمنظمة الدولية للبلديات الناطقة باللغة الفرنسية والوكالة الدولية للتعاون الألماني في حدود 300,000 أورو. البرنامج هذا يهدف إلى إرساء نظام حوكمة رشيدة للقضاء على مقاومة الفساد. بلدية تونس انخرطت فيه بمعناها قناع الإطارات الكل، كافة المصالح تم تحسيسها، تم عقد لقاءات فردية وجماعية مع كافة الإطارات الخيرات في البرنامج هذا. احنا بصورة تدريجية تم اقتراح الإدارة الفرعية للطفولة والشباب والرياضة، نظرا لأن بلدية تونس تتوفر فيها عدة تجهيزات ومنشآت رياضية يقع استغلالها وتسويخها للجمعيات المدنية، فما مداخيل هذيك علاش حبينا نحسن توظيف واستغلال هذه المنشآت للصالح العام. وكذلك تم الاختيار على الإدارة الفرعية للبلاد، لأن بلدية تونس زادة كيف كيف معناها عندها برشا املاك مسوغه عقاريه، دونك لارساء نظام حكمه لحسن التصرف ولتحسين المداخيل اللي باش تعود بالنفع على بلدية تونس وعلى المساكنين. وهذاك علاش الهدف الاسمى هو تحسين الخدمات المزداد للمواطنين وتطويرها، كذلك هو الرفع من الاداء الفردي والجماعي لكافه الاطارات والاعوان اللي يخدموا بلدية تونس، وكذلك تحسين مؤشرات التنمية، تحسين نسب الاستخلاص، تحقيق الموارد الموجودة في الميزانية، وترشيد خاصة النفقات بهذا النظام الجديد متاع الحوكمة ومقاومة الفساد. وذلك علاش الآليات هي توا أحداث لجنتين، فما لجنة قيادة المشروع يرأسها الكاتب العام بعضوية إطارات وبعض الهيئات الأخرى، وكذلك لجنة متابعة تنفيذ المشروع كيف كيف يرأسها الكاتب العام وبعضوية المدير المكلف بالموارد البشرية والشؤون الإدارية ومدير الشؤون المالية. ويمكن بطبيعة الحال لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في البذور للمشاركة في هذه اللجنة بحكم الاختصاص وخبرة. احنا ان شاء الله مع الشركاء متاعنا اللي هم كما قلت المنظمة الدولية للبلديات الناطقة باللغة الفرنسية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي اللي ساهموا في تمويل هذا المشروع، ان شاء الله باش تقع عندنا لقاءات اخرى باش يقع تكوين الإطارات المكلفة بإنجاز وقيادة المشروع هذا، ثم باش يقع تدريجيا تشريك إطارات أخرى في التمويل وفي إرساء النظام هذا متاع الحوكمة ومقاومة الفساد، ولما لا باش يقع تعميمه على مختلف الإدارات البلدية بصورة تدريجية. C'est Bilal Bentab, chef de composante pour le projet Lutte contre la corruption, renforcement d'intégrité au sein de la JIZ. C'est un projet de coopération avec l'IMF. L'objectif interne, tout simplement, c'est d'accompagner et de renforcer la municipalité de Tunis sous deux sous-directeurs, direction à la certification pour l'ISO 37001. Donc, je vais vous donner les outils nécessaires, la formation nécessaire, et je vais vous donner l'audit et vous certifier 37001. حاجه مهمه برشا ان نكون وراء وسوتيان لو سيكتور بوبليك و سورتو لي ادمنستراسيون تونيزيه. ميرسي.